ساعدها انها كانت على خلاف عائلي مع زوجها تداوي السمعان، وهو احد الاساقفه القساوسه في محافظه المنيا بصعيد مصر. ومن ثم اعلنت الكنيسه واعلنت الاجهزه الامنيه ساعتها ان هذا الخلاف العائلي دعا السيده الى الذهاب الى احدى قريباتها في القاهره والامتناع عن الظهور، ظنا منها ان ذلك يعني سيدفع زوجها الى مصالحتها وانهاء المشاكل التي كانت بينهم. لكن يبدو ان هذه الروايه لم تقنع عدد من المسلمين المهتمين بما يطلقون عليه مكافحه التنصير، واعلنوا بعد ذلك ان السيده كاميلا شحاده قد اشهرت اسلامها او كانت في طريقها لاشهار اسلامها، وانها اجبرت على العوده مره اخرى بالكنيسة. ما زاد الأمر تعقيدا هو أن الكنيسة رفضت أن تظهر كاميليا شحاتة على العلن وتعلن موقفها بشكل واضح، ما وما إذا كانت قد أسلمت بالفعل، أم أن الأمر لا يعد كونه مجرد خلاف بينها وبين زوجها. لم يكن هناك يعني تحركات احتجاجية من قبل بعض المسلمين إلا قبل نحو أسبوع وعقب صلاة التراويح في أحد المساجد بالقاهرة، تظاهر العشرات ودعت دعوات عبر الانترنت لبعض طيب. المسلمين. سمير، كيف تعاملت أجهزة الأمن المصرية مع هذه المظاهرة؟ أول مظاهرة لم تتدخل أجهزة الأمن في منعها، ولكن كان هناك مظاهرة تالية في أحد المساجد الكبرى بوسط القاهرة أيضا تركتها أجهزة الأمن تعامل معها. المظاهرة الثالثة كان هناك من ينوي تنظيم مظاهرة أثناء وجود رئيس الوزراء في أحد مساجد القاهرة، وكانوا بالعشرات أيضا، لم يتعدى ساعتها العدد العشرات. لكن المظاهرة الثالثة منعتها قوات الأمن لأن رئيس الوزراء كان يتصدف وجوده في ذات المسجد. أول أمس كان هناك دعوة من جماعة محدودة للتظاهر أمام مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية، وهذه هي كانت التحول، لان هذا المسجد يصلي فيه صلاه التراويح عدد كبير جدا من ابناء محافظه الاسكندريه في مصر، وكانت هي المظاهره الاكبر نسبيا. ايضا لم تتعامل مع اجهزه الامن بل كانت تقف الى جوار المسجد ولم تتدخل لفض المظاهره، ولكن عمال المسجد هم الذين حاولوا ابعاد المتظاهرين عن المسجد. فعمر بن العاص هو احد المساجد الشهيره بصلاه التراويح ويؤمه في هذه الليله الآلاف من المسلمين المصريين، انتهز البعض هذه الفرصة وأعاد الهتاف المطالب بما يطلقون عليه عودة الأخت كاميليا المسلمة إلى المسلمين أو إعلان الكشف عن أسباب اختفائها. حتى الآن لم يتطور الأمر بشكل سلبي، ولكن إذا استمرت الدعوات للتظاهر بهذا الشكل فمن المؤكد ان عز الامن سيتدخل، وايضا لابد كما يقول المتظاهرون لابد ان تعلن الكنيسه موقف كاميليا وتظهرها للعلن، ولابد ان يعلن الازهر كما يقول رجال الكنيسه ان رجال الازهر يعرفون الحقيقه ويعرفون انها لم تشر اسلامها ولم تدخل في الاسلام، لابد ايضا ان يعلن الازهر عن صحه هذه المعلومات، لان استمرار هذا الامر كما يقول عقلاء من الطرفين لن يكون في مصلحه لا المسلمين ولا المسلمين ولن يكون في مصلحه. سمير عمر مراسل الجزيرة كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. نواصل هذه النشرة من قناة الجزيرة وفيها بعد الفاصل.